بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kenalkan nama saya Alia Gina Nursipa, kelas 2B, sekolah di SD Teki Al-Miskah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hari ini akan ujian 79 ya. Siap? Siap. Nanti lanjutin apa yang sudah baca ya. Ya? Ya. Kalau ayatnya itu cuma setengahnya, kalian pulang dari pertanyaan saja ya. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'tarudu bi dzambihim fasuqqal li ashabis sa'ir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih, innahu alimun bidhatis sudur. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Huwa alladhi ja'ala lakumul arda dalulan famsu fi manakibiha wa kulu mir rizki wa ilayhin nushur. A'amiyatum man fis samai ay yahsifa bikumul arda fa idha hiya tamur. Am'amiyatum man fis samai ay yursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Walaqad kadzdzaba alladziina min qablihim fakaifa kaana nakir. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbid. Ma yumsikuhunna illa ar-rahman, innahu bikulli syai'in basir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Qul innamal ilmu 'indallah wa innama ana nadhirum mubin. Falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhu alladhina kafaru wa qila hadha alladhi kuntum bihi tad'un. Qul ara'aytum in ahlakaniyallahu wa man ma'iyya aw rahimana, faman yujirul kafirina min azabin alim. Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna, fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawran faman ya'tikum bima'in ma'in. Surat Al-Mulk. Al-Qalam. Jangan baca surat Al-Qalam 1 sampai 20. Jadi tanda pentingnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yashturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghayru mamnun. Wa innaka la ala khuluqin 'adzim.
فستبصروا ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدحن فيدحنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين حسابية فهو في عيسة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم
ولا طعام إلا من غسلين. والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تر كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيزكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رشدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا قل إن أدري أقريب ما توعدون لم يجعل له ربي أبدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا
illa man irtada mir rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rusada illa man irtada mir rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rusada ya'lamu an qad ablaghu risalati rabbihim wa ahata bima ladayhi wa ahsa kulla shay'in adada. أشد وطأ وأقوى مكيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وقيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باشرة تدن أن يفعل بها فاكرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق تصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا
isma rabbika bukrata wa athila. Wa minal layli fasjud lahu wa sabbihu laylan tawila. Inna haulai yuhibbuna al-ajilata wa yadharuna wara'ah yawman thaqila. Nahnu khalaqnahum wa shaddadna asrahum wa idza syi'na badalna amsalahum tabdila. Inna hadhihi tadhkirah faman syaa attakhadha ila rabbihi sabila. Wa ma tasyauna illa an yashaa Allah. Inna allaha kana aliman hakima. Yudhahiru man yashau fi rahmatih. Wa al-zalimina a'adda lahum azaban alima. Wa ja'alna fiha rawasiya shamihatin wa asqaynakum ma'an ghadaqa anfurata. Wailun yawma idhin lil mukadzibin. Intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun. Intaliqu ila dhillin dhi salasi syu'ab. La dhalilin wa la yughni minal lahab. Innaha tarmi bi syararin kalqasr. Ka'annahu jimalatun syufur. Wailun yawma idhil lilmukadzibin. Hadha yawmu la yantikun. Wala yu'danu lahum fayaktadhirun. Wailun yawma idhil lilmukadzibin. Hadha yawmul fasli jama'nakum wal awwalin. Fa'in kana lakum kaidun fakidun. Wailun yawma idhil lilmukadzibin. Innal muttaqina fi dhilalin wa'uyun. Wa fawakiha mimma yashtahun. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Inna kadhalika najzil muhsinin. Wailun yawma idhin lilmukadzibin. Kulu watamatta'u qalilan innakum mujrimun. Wailun yawma idhin lilmukadzibin. Wa idza qila lahum ruk'u la yaruk'un. Wailun yawma idhin lilmukadzibin. Fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Alhamdulillah ya, kami telah menyelesaikan ujian kenaikan juz 29 dengan hasil yang sangat bagus. Semoga Allah memberkati Alia dengan Al-Quran yang bangkanya, menganugerahkan hafalan Al-Quran 30 juz insya Allah ya. Semoga Alia menjadi penyedot hati, tujuh mainan dan kedua lomba dan amin. Wassalamualaikum.